بص بقى، انا عايز نوعين بيرفيومز ارش منهم احس ان انا سفير وزير امبراطور. مش عايز البيرفيومز التقليديه اللي كل الناس بترش منها، عايز حاجه اخش اي مكان اكون انا الوحيد اللي ارش البيرفيومز. مش عايز الحاجات المنتشره. من الاخر كده بدور على التميز. ده بقى كان طلب استاذ امير من جنوب سيناء. تعال اقول لكم بقى انا اخترت له ايه. ما طلب قلنا التميز، فهو اول نوع معانا سايد افكت من براند انيشيو. النوع ده بيتكون من اربع مكونات: الخمره والقرفه والفانيليا والتبغ. هسيبك انت بقى تتخيل ريحته عامله ازاي. نيجي بقى لتاني نوع، الامبراطور امبريال فالي من براند كسر. النوع ده بقى مجرد ما تمشي من جنب حد هو مش هيجي في دماغه غير ان هو يتخيل كم الفيلا اللي عندك والجراج اللي مليان لامبورجيني وفراري وكم الفلوس اللي عندك في البنك. النوع ده بقى منتشر جدا في الخليج الفترة دي وعليه اقبال كبير جدا من كل الناس. النوعين دول بقى مش منتشرين في مصر خالص، وفي كذا ستور يتعدى على الصوابع بس. تقدر دلوقتي بقى تطلبه من مصلك اي مكان في مصر، ومش مصر بس، ده اي مكان في العالم. تقدر تتواصل معي على الواتساب دلوقتي وانا ابعتلك تفاصيل كلها.